زعما الحكومه هذه الله يهديها وصافي اخي، تجي شي حكومه اخرى وصافي تعطيو الناس تخدم اللي عندها كانت تخدم. يعني حتى شي واحد ما يعني ما كانش مستعدنا هذا القرار، يعني جا مفاجئ تسعود، يعني على بكري غنبقاو نشدوا، يعني خليوا الناس تخدم على راسها ويعملوا احتياطات ديالهم صافي، يعني ما كاين لا وقت مناسب لا والو. خاص القانون بحال 11 مزيانه فهمتي، اما تسعود تسعود غادي يزيروا الامور بزاف. ايوا لا والو ماشي قرار اخي ايوب، هذا ما حتى علاقه بهاد كيفاش بنادم في قرارات. ها 11 ها 9 ما والو، هاد القرار والو اخي ايوب. والمرض كاين هي، وانما بزاف 9 قليله، بنادم عاد كيخرج 8 وكذا كيجي من بحار و المرض كاين، حنا ما كنامنوا بالمرض كاين، وانما قرار بنادم كيداه بزاف. بنادم عاد فتاح مسكين قهوه تشدو تينا في 9 وبنادم عاد كيجي من بحار كيمشي بحار كيجي قهوة 8 كيجلس، شنو يجلس هاد بنادم في 8 ولا 9 والو زعما قرار والو اخي ايوب. هو 11 بعد داك شويش مزيانة، 11 مزيانة ان شاء الله، بنادم هي هذا كيجي كيجلس شي ساعة ونص ساعة مزيانة. نتمناو يعلمونا على سيمانة ولا 15 ايام ولا على 5 ايام، باش كتعمل الحساب ديالك، ماشي كتنعس بالليل كتنوض الصباح كتجبر قرار تبدل شود عاود في 9. وهذا هي هادشي اللي كاين، زعما هاد الحكومة هادي الله يهديها وصافي اخي، والله العظيم زعما هاد الحكومة ما حكومة ما تحمص هادي اخي، تجي شي حكومة اخرى وصافي تعطيو الناس تخدم اللي عندها كانت تخدم. الصراحة حد الله زربوا علينا بزاف، ما فهمنا والو فهمتي، يعني الناس ما كانتش مستعدة لهادشي هذا، يعني كاين الناس اللي باقا مسافرة، يعني سافرت مشات تعيد مع العائلة ديالها وكذا، يعني الأغلبية الناس باقيين مسافرين. حنا يلاه فتحنا البارح تسمعنا باللي في 9 دليل خصكم تشدوا، يعني ما كيعلموش الناس على بكري وكذا باش تساعد الناس من هاد الشيء هذا. يعني حتى شي واحد ما يعني ما كانش مستعدنا هذا القرار، يعني جا مفاجئ 9 يعني على بكري غنبقاو نشدوا. انا حنا يعني ما فهمناش ان هاد الشيء هذا كورونا واش كاين عيب الليل اولا، يعني حنا بالنهار كنقيلوا يعني ماشيين ترونسبورات عامرين ترامبيات عامرين، يعني كتوصل 9 اللي كيقول لك خصنا نشدوا، ما فهمتش يعني بالنهار قهاوي عامرين مطاعم ملبانات، يعني فين ما مشيتي ريسبورات كتجبروا معامرين، يعني كتطبق القرارات يعني عيب الليل، يعني عندهم هذا شي سر بيناتهم، يعني خلاو يعني حيتاش يعني بالنهار ترامبيات عامرين وترونسبورات عامرين وبالليل، يعني كتجبر كيقول لك خصكم تشدوا كلشي يدخل للديور ديالو، راه كاينه كورونا، واش كورونا كتكون عيب الليل؟ يعني الامراض اذا كانت الامراض بصح خصهم مرض يكون بالنهار وبالليل، ما خصوش يكون عيب الليل وصافي. هادشي اللي غنقول. المرض كاين ولكن ماشي كاين عيب الليل وصافي، المرض كاين فعلا كاين، ما كنقولوش ما كاينش، ولكن يعني هما زادوا فيه المرض، يعني كيعملوا يوم 9 الليل الفوق. يعني خليوا الناس تخدم على راسها ويعملوا احتياطات ديالهم صافي، يعني ما كاين لا وقت مناسب لا والو، بنادم يعمل احتياط ديالو وكمامات ديالو وكذا وخليوا الناس تخدم على راسها. انا كنظن الجهه اللي هي طالعه واخا يكون واحد شويه ديال الزيار عليهم، والجهه اللي هي هو هذا ما يكونش عليهم الزيار بزاف، لا من ناحيه ديال المطاعم ولا من ناحيه ديال المقاهي، بحال دابا الشاوين بحال دابا المدن الصغيره هذا كتكون فيهم قليله، ما يمكنش زعما الانسان غيدخل في الساعه ديال المغرب من الدار، الساعة ديال المغرب باقي واحد، حنايا في الشهر الثامن الصيفية العول كيخصهم يخرجوا يلعبوا، الناس خصهم شوية يطيروا قنت شوية من الناحية ديال هذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل، ما عندك ما تعمل في هذه الناحية هذه، وعاد ماشي غير المغرب اللي مبلي، راه العالم كامل مبلي. دابا كل مرة كسمع دولة عملت، كل مرة واحد دولة زيرت، واحد دولة عملت، حنا عاود حنا ماشيين معاهم، اش غتعمل؟ قدر الله واحد. لا عملت اللقاح ديالي وكرتها هي معايا هنا، وكمامه ديالي ما كنحيدها شي في العمل عاود ما كنزولها شي، ايوا على الله ربي. شنو نقول لك المرضي يا خير، ناحيه الاغلاق هذه كاين بنادم كيخدم بالليل، كاين بنادم عنده الشغل، كاين ولكن اذا عنده بطاقه التلقيح ويخرج بطاقه التلقيح وهذه راه مزيانه، ولكن اذا عندك بطاقه التلقيح وما يخليكش تخرج وهذه، راه كاين بنادم اللي عنده الشغل بالليل فهمتي، الانسان كيخرج يخدم، الانسان عنده وليدات، عنده المسؤوليه، عنده بزاف الحاجات. والتوقيت المناسب صراحه من 11 فوق فهمتي، كاين بنادم عندهم وليدات كاين القهاوي، نعم نعم اسيدي، كاين القهاوي كاين المطاعم كاين هذيك الاسره، الناس اللي خدامه عندها اسره فهمتي، خصها المصاريف خصها الوليدات يخدموا عليهم، خصهم بزاف الحاجات. خص القانون بحال 11 مزيانه فهمتي، اما 9 غادي يزيروا الامور بزاف، لان كاين بنادم يخرج معطل من الخدمه فهمتي، خصو يتسخر خصو هذه بزاف الحاجات. واش باش نقول لك، ما هذا الشيء هذا اثر بزاف فهمتي، مزيانه الانسان مزيانه واحد المصلحه العامه، ماشي اش اللي كاين، الا المرض ماشي راه كاين شي عا كاين وراه نزاد دابا المرض، انت كتشوف الانسان مصلحه
الانسان ضروري خصو يخاف على المجتمع وعلى ناسه وعلى ولاده وعلى المجتمع كامل وصافي المصلحه العامه. واش ماشي نقول لك الانسان واحد الحاجه المضره ما يبغيها حتى واحد. ضروري الانسان نطلبوا على ربي الحبيبي يهز علينا هذا، نطلبوا على ربي وعلى الخير ان شاء الله. هو عيد واحد كافي على الامه كامله ياك، اذا من يجيو هذاك دايز ومن يجيو حنايا قال سيدنا قال اتصلوا نقولوا له حنا لا لا لا، من القرار تقرروا سيدنا الله تعالى وتبارك يطولنا بعمره وربي الحبيب يرزقوا صحيحه جديده باش يكون معنا بها. هذا هو قرار مزيان للشعب، الانسان خصو يكون يتصنت هنا الانسان وليداته يحتفظ بهم وليداتي يجي يدخلهم تسعود ندخلهم انا في 8:30 وراها مزيانه للتالي لنا حنا اصلا هذه القياده للصحه ديالنا وعلى وليداتنا ما يبقاوش في الزنقه يخلي منا حنا لكن الانسان راسو كيحرق ويخليه يرتاح. هذا راه وانت من من انت من 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 6 ديال الصباح حتى 6 الصباح 24 ساعة 24 ساعة واقف مع السرجيب. راه زعما شنقول لك العزيز ديالي الله ينصر سيدنا الله تعالى وتبارك يطولنا في العمر ديالو قد ما يحب الله. هذا هو اللي نقدر نقول لك العزيز ديالي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.